عموما حبيت حكه من ضمن الانحدار بالاغنيه من مستوى عندكم. طبعا انا احبها ليلى اسكندر، مغنيه لبنانيه قاعد تغني فتره خليجي، قدمت اغنيه قبل فتره، هي غنت اساسا كلها ويا فايز السعيد، السالفه وما فيها، بعدين جت لنا روح قولوا لهالغبي، الحين وصلت لانثبر. الصراحه يعني اول مره اسمع يعني اغنيه يقولك انثبر، لسه بعد جاي، لسه بعد في اغنيه عنا بعينك واذلف وعطني عرض مقفاك وصليحط وايد، طبعا راح تطلع من المفردات هذه، راح نعيش ونعيش ونشوف. حطوا لنا انثبر ليلى اسكندر تكفون. اي والله شكلنا صج انطقينا عين، شكلنا انطقينا عين، ما يعني في ناس ما ندري يا شوف ناس عاد قاعد داعي علينا، ما ادري شو السالفه. يلا هم هي الدعوه اذا ما كانت في مجالها الصحيح تلف ترجع لصاحبها ثاني، نفس الشتيمه بالضبط، يعني علمونا كذي تلف وترجع لصاحبها ثاني مره ثانيه. عموما ما ادري تعدل الصوت حق اغنيه انثبر حق ليلى اسكندر، سمعوها، نسمع انثبر. صراحة قلبي يعورني دام وصلنا لمرحلة انثبر ومالت عليك وداشين على مرحلة صليحط وعمى بعينك واذلف وعطني عرض مقفاك. لا والمشكلة كلها اغاني حب. يلا راح نعيش ونشوف. هذا يذكرني في موقف حصل لنا بالتسعينات. طبعا هذا مدام احنا قاعد نتحكى عن عمنا العود ابو عدنان، يعني احنا نقول عمنا، انا بقول عمي مو اخوي، بس يعني عشان بس محدودين العقل والتفكير، انا حبيت اتحكى ونقول عمنا مجازا بالعمر والمقام، انا معنا ما عندي عم في الدنيا الا مولاي، ما عمي الا مولاي، ما عندي عمام في الدنيا. عموما فذكر ابو عدنان قدم مسلسل اسمه قاصد خير التسعينات، طبعا هو صورها قبل الغزو من اخراج مخرج العراقي قيس، نسيت والله، فاروق القيسي، وطبعا انباق الاشرطه من قبل القوات العراقيه وراحوا وردوا تالف صح، بعد ما يصلح، لانه كان في زينب الضاحي وكان في
امبيريتش، فطبعا صعبه بعد الغزو يعني، بالذات ما يخص يعني ناس ماخذه احكام فيها خيانه، يعني ما ينفع انه ينحط لهم عمل. قعدنا فتره كان ما ممنوع انه تنحط اعمال فيهم الشخصيات هذه، وطبعا مسافر عبد الكريم اللي طبعا نالت منه المقاومه الكويتيه، اللي طلع ما خلى احد ما سبهم. لا بس ما كان بالمسلسل على فكره، و يعني نتحكي عن الاحداث اللي صارت في الغزو. وعدنان الله يطول بعمره في قصد خير، كانه كان يستقرأ المستقبل، ان في انحدار في مستوى الاغنيه، وان الاغنيه راح توصل لمرحله سافله بالمفردات او تمتلك قدر من التفاهه. ف كان هو طالع من ضمن احداث المسلسل انه عنده محل تسجيلات ويقدم اغاني هابطه مع الطقاقه الرائعه طبعا مرزوقه سيسم، اللي وين صار الشراح. طبعا هي حلت مكان زينب الضاحي، الله لا يذكرها بالخير زينب الضاحي، ولا يردها يعني من مطرح ما ذلفت. دام احنا قاعد نتحكي في منطلق الالفاظ، ان هي انثبر، هذا المستوى يعني من الحوار، فاحنا قاعد نتحكي في الطريقة. غنى اغاني هابطه وانه مشيت كسرت الدنيا، دويتو قدم مع ابو عدنان الله يطول بعمره مع انتصار الشراح، قدم يما ينني بنسفه غدرته، دلي دلي يا جاره، ولع قلبي بناره، كان دويتو لبناني. بس العجيبه طبعا هي يما ينني بنسفه غدرته، كان هو استدلال او استقراء من ابو عدنان ان احنا داشين في مرحله هبوط في الاغنيه على مستوى اللحن وايضا الكلمات. فهذا ما فعلا ما جرى، يعني نقول لك يا ابو عدنان جزاك الله خير، قرات المستقبل وعرفت ان في مستوى جايين في مراحل جدا، يعني الله يعين الاغنيه، خلاص خلصت يعني انتهت الكلمات، القاموس نفضوه، صار انثبر مالت عليك. وداي قلنا داشين على مراحل اصليحط وعمى بعينك، يلا نعيش ونشوف. حطوا لنا ابو عدنان ويا نسفه غترته، عاد ابو عدنان ينسف الغتره صح الصراحه، الله يحفظه. وانخرط قلبي انا بشوفته، وانخرط قلبي انا بشوفته، يوم قابلني وما ادري ايش قصته. يما ينني بنسبة قدرته، كحل عيونه بدهن قدرته. يما ينني بنسبة قدرته، كحل عيونه بدهن قدرته. وانخرط قلبي انا بشوفته، وانخرط قلبي انا بشوفته، يوم قابلني وما ادري ايش قصته. وقال يا ما طيور ليش العيلة، حسيت بعينا قلت ايش هالبلا، وقال يا ما طيور ليش العيلة. الثقل زينة واصبر يا خفيف، الثقل زينة واصبر يا خفيف، نمتى اصبر وكل نمتى. يما ينني بنسبة قدرته، كحل عيونه مدهن قدرته. يما ينني بنسبة قدرته، كحل عيونه مدهن قدرته. والثقل زينة واصبر
واصبر يا خفيف الثقل زينة واصبر يا خفيف الوداع اصبر وقول لي متى وزادت الحيرة وضاعت حيلتي درعم بقلبي وخسفت مهجتي وزادت الحيرة وضاعت حيلتي ويا طبيب الحب داو علتي يا طبيب الحب داو علتي سمني البزيون محلى سمته يما يا النني بنشفة بذرته تحل عيونه بدهن قذلته يما يا النني بنشفة بذرته تحل عيونه بدهن قذلته ويا طبيب الحب داو علتي يا طبيب الحب داو علتي سمني البزيون محلى سمته عد طاحت الغترة وطاحت القحفية وبين الشعر اللي سرسح القلب مال ابو عدنان بس هني عاد كان كثيف مو نفس الحب الكبير الله يطولنا بعمره راضين فيه شيء يعني رمز من رموز هذا الوطن صراحة ابو عدنان الله يحفظه ويطولنا بعمره ان شاء الله